حب بسيط وطبيعي وحلو. الحب ده من القلب، والمشاعر كانت تلقائية وطبيعية ووليدة اللحظة، لكن أول ما اتحطت على السوشيال ميديا بقت ترند، فيها الحلو وفيها المر. شافوا المر في وقت قليل جدا من السوشيال ميديا. ندى وأحمد، ندى ايه ام، ازيك يا ندى؟ الحمد لله عاملة ايه؟ كويس. انت قلتي حد يعني، او لازم اشيل دواء القلب، لازم اتشال من على الارض، حد يسيب دوا القلب ماشي على الارض. حد يسيب دواء القلب ماشي على الارض. ايه بقى؟ بحبه وبنهزر، يعني مش قصدي ان انا اعمل شو، ولا قصدي ان انا اطلع على سير الجدل. احنا واقفين بنهزر انا وهو ومحمود صلاح اللي هو الولد المصور. فوتوغرافر، فبقول له اشيل، قال لي لو تقدري تشيلي شيل، فشيل. بس أول مرة تشيلي، أول مرة تشيليه ولا شلتي افضح. كتير؟ لا، في البيت بنهزر كده، بتشيليه على طول. بنقعد نشيل في بعض. تعرف ولا لا؟ باعتبار إن أنت اللي تقدري تشيلي، أنت ما تقدرش تشيلي لا أبدا شال والله، والله بشيل. بجد؟ شال والله شال. والله الناس ظلماني على فكرة، انا بشيل برضه، طب قربي لي المايك كده. يعني بشيل زيها والله. الناس ظلماني في الموضوع ده جامد. هي القصة كلها احنا بنهزر مع بعض بكل بساطة، مش قافشين ولا بنرخم على الناس، ولا طالعين ان احنا نعمل شو لحد، احنا طالعين نهزر. بس وبفرحها وبتفرحني لنفسنا برضو، طلعت للناس بصورة غلط خالص. يعني احنا طالعين للناس، هي طالعة بصورة غلط، والصورة اصلا ما فيهاش اي حاجة، لا ولا تضرني ولا تضرها في حاجة. ندى، انت قلتي ان انت شايفه ان هما المر او التنمر اللي حصل عليكم بسبب ان انت في الحجم اكبر من احمد. لان انا شفت على السوشيال ميديا، لما لقيت الناس كلها داخله بتقول انتوا ازاي تعملوا كده، المنظر مقزز، ايه حاجات كتير قوي، فدخلت اسرش اشوف لو في حاجه زيي ولا انا فلته. لقيت في بنات كتير قوي عاملين كده، بس الفرق ان هما جسمهم من بعض الشيء متناسق مع بعض، بس هما عملوا نفس الفكره. هل ده ضايقك ان انت مثلا ممكن تفكري انا عايز اخس؟ لا اطلب، انا بحب نفسي جدا الحمد لله. الحمد لله عندي قناعة ان انا بقوم من النوم اغسل وشي، مش محتاجة احط ميك اب، ببص لنفسي في المراية شايفة نفسي حلو. لا، انت قمر، وشك قمر، بسم الله ما شاء فمش الله. اعاقة. لا بس فكرة الوزن الزيادة بيبقى صعب على الظهر، انا عندي على الركب، مشاكل في الظهر جامدة. متاعب، ممكن يعني السمنة بوابة لدخول للأسف كتير من الأمراض. ده حقيقي. ما فكرتيش للصحة؟ مش انت شكل قمر، لكن للصحة ما فكرتيش؟ لا ولا أحمد شجعك؟ لا خالص. ليه؟ بحبك زي ما انت كده؟ بالظبط كده. هي ممكن تفهمها بطريقة تانية، يعني هي ممكن مش هتفهمها صح، يعني زي ما اتكلمت معاكي اتكلمت في اللي بتقول هو ايه قماص، كشكل وكده، قماص انا هي شوية. فعلا قماص، هتفهمها من ناحية تانية. فانا لا، اللي هو انا بحبك زي ما انتي عايزة بقى تعملي وتنزلي، دي حاجة ترجع لك، بس انتي اللي تقولي مش انا اللي اقولك اعملي. بس ما فكرتيش فيها طب من منظور صحي؟ جربت وما لقيتش نفسي في السكة دي خالص، يمكن ما كانش عندك إرادة محتاجة. مش حتة إرادة خالص. يعني لا، أنا كان بيدوني نظام غذائي بمشي عليه، بس بلاقي نفسي زي ما أنا. أكتر تعليق بسطك وأكتر تعليق ضايقك؟ أكتر تعليق بسطني الفرحة باينة في عينيكم، ده سمعته كتير. وابتسامتك حلوة، أنا أنتي بقول لك يا عمر ابتسامتك حلوة. تسلمي. أكتر حاجة ضايقتني، هو ده جوزك ولا ابنك؟ انت شايلاه كده ليه؟ ايه تاني؟ كتير بقى. انت مش انثى، انت ضيعتي انوثتك وهو ضيع رجولته، مع ايه ان الكلام الغير انساني ده؟ خالص. الفكره ان هما كل الناس بتتكلم ان انا عروسه، يعني ان ده يوم زفافي فرحي. لو انا فعلا كنت عروسه، انتوا ازاي يجيلكوا قلب تكسروا فرحه حد؟ يعني انا عروسه فجاه لقيت نفسها ترند بتتشتم. طب استفدتوا ايه؟ وانت شايلاه بدافع الحب مش بدافع الترند. حب وهزار، واللي هي جت كده بيلق معانا احنا الاثنين. والهزار والمقالب دي بتحصل بينكم كتير طول الوقت، ياه، كتير ده كتير اسلوب جدا. حياة يعني. اه تعملوا ايه بقى؟ احكوا لي حاجات من اللي انتوا بتعملوها ببعض.
اخش اخدها مثلا انا لا راجع من ممكن الشغل، ما لاقيني، ما هي لاقينيش تبقى مثلا خلاص. في المطبخ وتلاقيني انا داخل وراها كده وهي قاعده لوحدها اليوم كامل، في لحظه تلاقيني. غير بقى طول ما احنا قاعدين نلعب كوتشينه، نلعب دوما، نقعد ننقش في نطلع بعض، نجري في الشارع نقعد والله، نهزر. احنا المنطقة عندنا فاضية خالص، فقوم لابسين بقى لبس رياضي وطالعين واخدينها جري. نروح مثلا نأجر عجل مع بعض، حاجة بسيطة. أنا بطبيعي طفلة أوي في أي حاجة، لو نقعد لقيت نتكلم إحساس عامة نقعد نتكلم، ونهزر مع بعض. نتصور فيديوهات تيك توك كده طول ما احنا قاعدين. لكن الفيديوهات دي لنفسكم انتم مش بتعرضوها يعني؟ لا احمد بس اللي سايب انا صفحته بابيض، صفحتي انا بقولك بس حاجات تخصص الشغل بقى شغل. وحاجات عادية خالص يعني. وانت مش سامح لها علشان الغيرة بتغير؟ لا عشان برضو حكاية الكلام والناس ديت، انا ما بحبش اوجع دماغي بحتة السوشيال والكلام، الناس ما اعرفهاش، ما بحبش اشغل بالي بالكلام ده يعني. حتى اللي علقوا وشتموني وغلطوا فيها كتير، انا تقريبا ما علقتش الا على ناس معينة بس، اللي هو دخل في خصوصية جامدة قوي ده اللي علقت عليه. بقيت ايه اللي التعليقات وجعك؟ بعيد عن اللي اتكلموا عليا خالص، لان انا ما شغلتش بالي بكل التعليقات بتاعتي. اللي وجعني التنمر عليها هي، لان انا شفت في عينيها فعلا كسره. انا كنت عايز افرحها مره واحده، لقيتها زعلانه، اللي هو بوظوا لي اللي انا بعمله. طب ندمتي بقى لما شفت التعليقات السلبية دي؟ ندمتي؟ لا خالص، ما ندمتيش؟ لا يعني لو رجع بيكي وقت تاني، يعني في الاحتفال الجديد السنة الجاية، هتفكري برضو فكرة مجنونة لو وتحطيها جت تلقائية كده، هي لو جت مترتبة مش هتطلع حلو، بس هي جاية زي ما مشاعر تطلع، كده بس طلعت هي زي ما وكبت تطلع في الاتنين في وقتها. بعض. كبت سنة بقى، ما احنا ما بنروحش في احنا ما حتة خرجناش على فكرة طول السنة دي يعني، خالص، كبرنا قدام البيت بس، دي خروجتنا. بس انما ان احنا نروح نقعد في مكان او نخرج مفيش، هو في شغله وانا في البيت فحبيت تهزر، نهزر. لكن يعني كل الآراء السيئة اللي هو ناس مش إنسانية دي ضدكم ما خلتكيش تندم. لا لا خالص. والسنة الجاية إن شاء الله أعمل سيشن استنى، بقى وأنا اهالينا شايلة على فكرة البيبي. دعمونا في الحتة دي يا وقالوا رب لنا، إن شاء الله إن شاء يعني الله. اهالينا قالوا لنا ما تشغلوش بالكم اصلا بالكلام ده كله، ما تحطوش في دماغكم اي تعليقات. السيشن كان حلو وانتوا فرحتوا، ده اهم حاجة، طب سيبكم من اي تعليقات. زعلت أكتر لما الناس قالوا جملة برضو غير إنسانية، لا أنت مش راجل، الراجل ما يتشالش. انا لو زعلت يبقى فكرت في الكلمة، يبقى انا فعلا زي ما هما بيقولوا، بس انا مش مستني حد يعرفني انا راجل ولا لا، بس انا عارف نفسي كويس من غير ما حد يقولها لي، مش مستني التعليق ده من حد يعني. والراجل مواقف من الصورة طيب يعني، الشهرة بقى عملت فيكو ايه؟ ولا اي حاجة زي ما على احنا فكرة ولا احمد شايل وندى. بالنا لحد دلوقتي خالص، ولا في دماغنا حوار ان احنا ترند ولا مش ترند، مش في دماغنا خالص، انا اصحابي بيعملوا لي منشن اصلا على حاجات انا مش شفتهاش، وحاجات ما بنخشش نشوفها ما كمان يعني، خالص. بيعملوا لنا منشنات والله ما فانا اقوم بنخشش رايح قايله نلاقي. لاحمد اقول له مش الصفحه كذا نزلت لنا، يقول لي قولي اقسم بالله. اقول له والله انا نمت صحيت لقيت نفسي مره واحده مصر كلها تتكلم عليا. بتتكلم على ندى واحمد زي منى واحمد كده، بقت ندى واحمد فلسه مش مستوعبين لحد دلوقتي الحوار ده خالص. خالص. طيب فكرة الحب بعد الجواز، دايما يقولوا الحب وكل المشاعر الحلوة بتبقى قبل الجواز، الحب بعد الجواز واضح ان هو بيزيد بيزيد الحمد بمشاعر لله. احلى، مواقف اكتر. انا لما كنا مرتبطين او مخطوبين، كان هو في بيت وانا في بيت، يعني كل واحد ليه حياة منقسمة. دلوقتي بقينا في بيت واحد، في حياة مشتركة، في اهتمامات مشتركة، بنفكر مع بعض هنعمل ايه لقدام. طب مثلا انا تعبانة، هو هيبقى واقف جنبي. انا مبسوطة، هو هيبقى فرحان معايا وكده. وغير كده ما حطيناش في دماغنا بقى ان احنا خلاص زي ما الناس بتتكلم وتقول ده جواز ولازم الحياة تتغير ومسؤولية، احنا ما خدناش الموضوع كده، احنا واخدين ان احنا 2 صحاب اصلا دبحناش يعني، لبعض احنا في القطة. البيت صحاب جدا انا وهي صحاب في الطبيعة مثلا. وهي سكر ودمها شربات يا قمر والست الفرفوشة رزق، رزق. فندى رزق طبعا كبير. الحمد لله. تسلمي، نتمنى لكم كل سعادة وكل حب وكل حاجة حلوة يا رب. إن شاء انتي الله قمر، كل سنة وانت طيب، وانت مرتين مرتين انت انتي طيبة. شكرا. العفو.